30/7/2012 سيارة أحد المدنيين العزال استلع عليها الحادث المتواجد على جسر الخالدية وعاد إلى صاحبها بعد 5 أيام تكسير وتدمير. لكي يرى العالم أن السيارات انكسرت من وجه النظر. هذه السيارة مكسرة بحجارة، يعني ما وفاتي بحادث هذا البحث، يعني بحجار. 30/7/2012 تفضل. هذا تكسير، هذا بالحجر. هاي عصابات بشارة الأسان وسبيع. حتى متواجد طلق ناري لو سمحت لتحت. هذا طلق ناري. لكي يعلم العالم، تفضل. تكسير وخلع سيارة أحد المدنيين نوع هونداي 30/7/2012. هذا هو بشار الأسد وعصابته.